من القاهرة مشاهدينا ينضم إلينا هشام البقلي، باحث متخصص بالشأن الإيراني والخليجي. أستاذ هشام، مرحبا بك. مرحبا، مساء الخير. نعم، كيف تنظر لانسحاب الشركات الأوروبية من إيران، إضافة طبعا نتيجة العقوبات الأمريكية، إضافة إلى التمسك الأوروبي بالاتفاق النووي الإيراني؟ يعني الانسحاب بعض الشركات الأوروبية، منها شركات ألمانية وشركات فرنسية من إيران، نتيجة للضغوط الأمريكية التي تمارس على الاتحاد الأوروبي لسحب شركاته. ويعني من قلنا سابقا أن الشركات الكبرى ستبدأ بالفعل في الانسحاب من طهران، نظرا لوجود معاملات خارجية لتلك الشركات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ولن يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يحمي هذه الشركات من العقوبات الأمريكية إذا وقعت على تلك الشركات داخل واشنطن. لذلك الشركات الكبرى بدأت الانسحاب، مع استمرار بعض الشركات الصغرى التي ليس لها تعاملات داخل الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في العمل داخل إيران ولن تنسحب من إيران ما دامت بعيدة عن يد ترامب. يعني اما بالنسبه للتاثير نفسه، تاثير هذا الانسحاب او الانسحاب الالماني النهارده من طهران، ده طبعا نتيجه للقاءات المستمره للقيادات الامريكيه مع قيادات الاتحاد الاوروبي من اجل وضع ضوابط ومن اجل مطالبات ومزيد من الضغوط للانسحاب من طهران. ويمكن كان هناك اجتماعات سابقة قبل فرض العقوبات على طهران حدثت في واشنطن بين مسؤولين أوروبيين ومسؤولين الكونجرس الأمريكي حول مسألة العقوبات وحماية الشركات الأوروبية. وقالت واشنطن وقتها، تحدثت عن أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات، ولكن جاءت العقوبات بدون أي استثناءات، فكان الأمر صادم للاتحاد الأوروبي ووضع الاتحاد الأوروبي في مأزق لم يخرج منه حتى الآن. نعم أستاذ هشام، عذرا على لفظ الاسم في البداية بشكل خاطئ. يعني إذا مع موضوع الانسحاب الشركات هذه، هل سنشهد انسحابات يعني أخرى أو متتالية بعد هذا الانسحاب؟ كافة الشركات التي لها تعاملات مع الجانب الأمريكي ولها استثمارات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع ستنسحب من طهران في الوقت الحالي بشكل تدريجي نظرا للمخاوف التي تحدثنا عنها. اما الشركات الصغيره والتي ليس لها تعامل داخل الولايات المتحده لن تنسحب وستبقى في ايران، والاتحاد الاوروبي ودول الاتحاد الاوروبي ما زالت مؤيده وما زالت باقيه على الاتفاق النووي، الا اذا استطاعت الاداره الامريكيه ممارسه المزيد من الضغوط على الاتحاد الاوروبي للخروج من الاتفاق النووي، وان كان هذا الامر مستبعد تماما. نعم، إذا ما تحاوله الولايات المتحدة بدفع إيران الاستسلام والتنازل عن طريق فرض العقوبات، بهذا هل ستصل الولايات المتحدة إلى مبتغاها بشأن إيران؟ يعني الولايات المتحدة لم تصل إلى ما تريد بشكل كامل من طهران، هي تريد إعادة صياغة الاتفاق النووي بأن يكون هناك وضع لمنظومة التواريخ الباليستية التي الموجودة لدى طهران، لكن أعتقد أن هذا الأمر لم تقبله إيران شكلا وموضوعا. الاتفاق النووي سيظل ساريا، وهذا هو ما سيجنب إيران مسألة التفاوض، أو ما ستحاول إيران تجنبه في التفاوض هو مسألة معاودة الاتفاق النووي الإيراني أو الحديث عن منظومة التسليح الباليستية. هذا أمر أول. أما باقي النقاط أو الشروط التي وضعتها الولايات المتحدة من أجل التفاوض مع طهران، سيكون هناك بعض المرونة في التعامل مع بعض النقاط الخاصة بالتواجد في بعض الدول العربية، من تواجد عسكري لبعض القوات الإيرانية في دول مثل تركيا واليمن. من الممكن أن تقوم إيران بتحضير بعض من قواتها، أو يعني مثلما فعلت قبل أيام بأن تراجعت القوات الإيرانية مسافة 85 كيلو داخل سوريا استجابة للمطالب الأمريكية. قد يكون هناك مؤامرات بهذا الشكل، ستكون روسيا هي الوسيط لطاولة المفاوضات التي ستجمع ما بين الإيرانيين والأمريكان عاجلا أم آجلا. نعم، أشكرك جزيل الشكر هشام البقلي، باحث متخصص بالشأن الإيراني والخليجي، حدثتنا من القاهرة.